السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي مشاهدين قناة ثروة باسم على اليوتيوب. فيديو جديد بعنوان مقطورة جرار زراعي الأربعة متر. مقطورة زي ما حضراتكم شايفين دي كانت مقطورة مستعملة واتشدت من جديد. طبعا المقطورة كلها اتشدت، كل القديم اتشال، اتعمل طقم أوكش جديد زيرو، السوستة اتحلت، كان فيها صوصة متكسرة اتغيرت، اتعمل لها لطة جديدة بصدام بدلاية كاملة، الصندوق الفوقاني كله كامل زي ما حضراتكم شايفين، ضلفة 3 مللي، الصدر والفرش 4 مللي، ما شاء الله مقطورة كاملة أعلى مواصفات. لحمات ضمان لحضراتكم كل حاجة في الفيديو بحيث الناس اللي بتفرج وتوضح لها الصورة في كل حاجة. الظهر بتاع المقطورة هون، دلاية كاملة، اصطدام، لاطة، صناعة مهندس باسم إدارة، دميانة، طريق المنصورة، جمصة الدولي.